إذن نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات، ونبدأ الساعة الأولى من الحرة الليلة من الملف الأفغاني، حيث رجح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي أن تندلع حرب أهلية في أفغانستان. وشكك ميلي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية في قدرة طالبان على ترسيخ سلطتها وتأسيس حكومة فاعلة، معربا عن اعتقاده بوجود احتمال كبير باندلاع حرب أهلية أوسع من شأنها أن تؤدي إلى ظروف يمكنها في الواقع أن تؤدي إلى إعادة تشكيل للقاعدة أو تنامي تنظيم داعش أو مجموعات إرهابية أخرى. وقال ميلي إن الظروف ترجح للغاية بأن يشهد العالم عودة للإرهاب من هذه المنطقة بالعموم في غضون عام أو عامين أو ثلاثة أعوام. تصريحات ميلي هذه تأتي على وقع معارك عنيفة تشهدها منطقة وادي بنشير شمال العاصمة كابول، آخر المناطق الخارجة عن سيطرة الحركة في أفغانستان. هذا وتسود حالة من الترقب محليا ودوليا لشكل الحكومة التي تعتزم طالبان إعلانها في أي لحظة، والتي يرى فيها المجتمع الدولي اختبارا لمدى صدق وعود الحركة بإشراك جميع أطياف الشعب الأفغاني في الحكم. في وادي بنشير المحصن من كل صوب بالجبال الشاهقة، يتسلح مقاتلو ما يعرف بجبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود بالكثير من العزيمة وبالتضاريس التي تمنحهم القدرة على الاختباء والمناورة ونصب الكمائن، أملا في صد هجوم حركة طالبان على ولايتهم التي استعصت تاريخيا على الحركة حتى إبان حكمها في التسعينيات. غير أن العزيمة وحدها قد لا تكون كافية لحماية آخر جيب للمقاومة الأفغانية من قبضة طالبان، فالتقارير وبعضها دولي تحدثت عن تقدم أحرزته الحركة بسيطرتها على عدد من مناطق الولاية، فيما تذهب مصادر طالبان أبعد من ذلك متعجلة الفوز باحتفالات في كابول وبإعلان السيطرة على ولاية بنشير. في المقابل تنفي مصادر الجبهة صحة الأنباء، مؤكدة أنها نجحت في تكبيد طالبان خسائر فادحة وبأنها تحاصر أعدادا كبيرة من مقاتليها. وتأتي معارك بنشير في ظل تحذير رئيس هيئة الأركان الأمريكي مارك ميلي من نذور حرب أهلية تحوم فوق أفغانستان، ووقوعها من شأنه وفقا لميلي أن يفتح الباب أمام عودة الإرهاب القاعدي والداعشي وغيرهما ربما. ويجد مراقبون للشأن الأفغاني مؤشرات على ارتباط محتمل بين معارك بنشير وإرجاء طالبان إعلان تشكيلتها الحكومية الذي كان منتظراً الجمعة، نظراً لرغبتها بإحكام قبضتها ميدانياً على الأقل في عموم البلاد في ظل تصاعد نذر المعارضة السياسية لحكمها. فالتركيبة الحكومية التي كشفت وسائل الإعلام المحلية بعض ملامحها تنبئ بنية الحركة إبقاء الحقائب الوزارية الأساسية في جيبها، بينما يقود أحد مؤسسيها عبد الغني برادر الحكومة، وهو ما من شأنه أن يتعارض مع تعهداتها بحكومة شاملة للجميع ويزيد من شعور شرائح وازنة من الشعب الأفغاني بالتهميش والإقصاء. والقلق من الإقصاء وخسارة الحقوق هو ما دفع بالنساء في أكثر من ولاية أفغانية لتنظيم تظاهرات شبه يومية خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بحقوقهن المكتسبة منذ الإطاحة بحكم طالبان في 2001، وللاعتراض على قرار الحركة بإبعاد المرأة عن دوائر السياسة. والمعارضة الشعبية قد لا تكون التحدي الوحيد أمام طالبان، فالاقتصاد في إحدى أفقر الدول والتي تعتمد بشكل رئيسي على المساعدات الخارجية يمثل الاختبار الأقصى لحكم الحركة، فيما تخوض بعض الدول ومن بينها قطر في إمكانية فتح ممرات إنسانية طارئة لإغاثة الأفغان. وإلى قطر ينطلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في رحلة تتصدر تطورات أفغانستان جدول أعمالها، على أن يترأس لاحقا في ألمانيا اجتماعا وزاريا دوليا بشأن أفغانستان بحضور نحو 20 دولة. رحب رئيس جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود المناهضة لحركة طالبان في وادي بنشير بمقترحات من علماء دين للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء القتال. وقال في تدوينة على فيسبوك إنه يوافق من حيث المبدأ على حل المشاكل الحالية ووضع حدا فوريا للقتال
والمفاوضات المستمرة شرط أن توقف طالبان أيضا هجماتها وتحركاتها العسكرية في بنشير وأندراب. وذكرت وسائل الإعلام الأفغانية في وقت سابق أن مجلس علماء الدين دعا طالبان إلى قبول تسوية تتفاوض عليها لإنهاء القتال في بنشير. عموما ينضم إلينا من العاصمة لندن أحمد ولي مسعود سفير أفغانستان السابق في بريطانيا. أهلا بك معنا بداية سيد أحمد، وبالتأكيد أشكرك على تلبية الدعوة، وأبدأ بالتأكيد من هذا التقييم المتشائم الذي قدمه رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مايك ميلي فيما يتعلق بعودة الحرب الأهلية إلى أفغانستان وعودة التنظيمات الإرهابية. يعني برأيك كيف يمكن أن تقرأ هذا التقييم، وإلى أي مدى من الممكن أن تحول إلى واقع بحسب متابعتك لكل المعطيات الدائرة في أفغانستان؟ دعني أبدأ من هنا. في البداية نحن جميعا نعرف أن ممثل الولايات المتحدة خليل زاد كان موجودا لتسليم السلطة إلى الطالبان. الآن الجنرال ميلر يقول إنه يتوقع حربا أهلية في أفغانستان. معظم هذا صحيح، لأن الطالبان لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة ولم يتمكنوا من تقديم الخدمات الأساسية، ولن يستطيعوا التعايش مع دول الجوار، وبالتالي الطالبان يواجهون خلافات فيما بينهم، ولكن هناك مقاومة يومية ضد الطالبان. الجنرال ميلي كان محقا فيما يتوقعه، إذا لم يتمكن الطالبان من تشكيل الحكومة ستكون هناك حرب أهلية. ولكن أود أن أتوقف عند هذه النقطة، يعني بطبيعة الحال خليل زاد كان متواجد في الدوحة يقود المفاوضات بين الطرفين، ولم يسلم السلطة في أفغانستان إلى حركة طالبان كما ذكرت قبل قليل سيد أحمد. بالطبع خليل زاد سلم عملية سلام واتفاق إقليمي إلى الطالبان، وبعد أن وقع الاتفاق مع الطالبان بالأصالة عن الولايات المتحدة كانت هناك هجمات من الطالبان، ومنذ ذلك الوقت الموقف في أفغانستان تدهور، وبالتالي الموقف تحول من سيء إلى أسوأ. لا نعرف بالضبط ما الذي وقع عليه السفير خليل زاد، ولكن نعرف أنه وقع على نوع من الاتفاقية للطالبان لتسليم السلطة بدون أي معارضة من حكومة أفغانستان. لهذا السبب الطالبان استطاعوا السيطرة على الجيش والنظام والحكومة، لم يكن هناك معارضة من جانب الجيش. في الواقع السفير خليل زاد هو الذي توصل إلى الاتفاقية لنقل السلطة من الحكومة السابقة إلى الطالبان. هذا هو الموقف الذي هندسه خليل زاد. طيب عموما ما قاله الجنرال ميلي ربما لا يعتبر مفاجئا، الكثير من الذين يتابعون الملف الأفغاني توقعوا ربما سيناريوهات سيئة لمستقبل أفغانستان. تتحدث قبل قليل عن أنه طالبان تأخرت بتشكيل الحكومة، برأيك ما هي الأسباب، وهل فعلا كما يقال بأن هناك خلافات بين قادة طالبان حول من سيقود الحكومة، وأيضا الشخصيات التي قد تتسلم ربما الحقائب الرفيعة أو السيادية، ربما نتحدث عن الخارجية والداخلية والدفاع، ولذلك حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذه الحكومة المرتقبة من قبل طالبان؟ كما تعرفين الطالبان يتشكلون من قوى مختلفة، منظمات إرهابية من الخارج، منظمات إرهابية من الداخل، منظمات كثيرة من جميع أنحاء العالم. إذن القوى المحركة وراء الطالبان أو الطالبان هم مجموعة أيديولوجية وهدفها الاستمرار في القتال، لذلك هم غير جاهزين لتشكيل حكومة في أفغانستان. أيضا ولأن هناك مجموعات مختلفة تشكل الطالبان، هناك اختلافات في الرأي. هناك مجموعات من البشتون الدراي وغير ذلك من المجموعات الإثنية، هناك تنوع، ولهذا السبب
لن يتمكنوا من تشكيل الحكومة، هم لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم الخدمات الأساسية. هذا واحد. الثاني، عليهم أن يهتموا بأنحاء البلاد المختلفة. الطالبان يواجهون معارضة ومقاومة، المقاومة لا تزال موجودة. هناك قوة رئيسية في أفغانستان ممثلة في أحمد مسعود، وأفكاره تختلف عن الطالبان. سيد أحمد، في هذه النقطة التي تشير إليها الآن، في هذه النقطة، نقطة وادي بنشير تحديدا، يعني إذا ما استمعنا إلى ما كانت تقوله الحركة منذ بداية سيطرتها على أفغانستان، يعني هي تدل بأنها حركة موحدة وبأنها تسير باتجاه واحد، رغم كل الإدراك والمعرفة كما ذكرت بأن طالبان ربما قد تكون غير موحدة. ولكن بالنسبة تحديدا إلى بنشير، هل من معلومات متوفرة أكثر حول صورة الوضع، وخصوصا أن هناك تضارب في المعلومات، من يسيطر، لمن التقدم الآن، وماذا عن المفاوضات؟ بمرحلة من المراحل كان هناك الحديث بأن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا، وبأن حركة طالبان وافقت على كل الشروط التي قدمتها المعارضة. دعني أقول أن شروط المعارضة تم تقديمها قبل أسبوع، وكانت هناك جولتان من المحادثات. هذا ليس بالجديد، ولكن لا نزال نقول أن الخيار الوحيد أمامنا هو الحوار الوطني. الطالبان غير مستعدين لذلك. كانت هناك عملية سلام، ولكن الطالبان اختاروا الحرب والسيطرة على البلاد بكاملها. لهذا الطالبان غير جاهزين للسلام. الشيء الآخر الذي ذكرتيه، الطالبان يلتئمون سويا. إذا كانت هناك حرب يجتمعون ويلتئمون سويا. وطبعا السؤال، أي مجموعة تكون لها اليد الطولة؟ الطالبان غير قادرين على تقديم أي إنجازات سياسيا، ولكنهم يستطيعون الإنجاز عسكريا. ولكن في قطاعات الاقتصاد والخدمات، الطالبان غير جاهزين لهذه الأشياء. لهذا هناك اختلافات كبيرة بينهم. أنا بالتأكيد أشكرك جزيل الشكر، ضيفي من العاصمة لندن أحمد ولي مسعود، سفير أفغانستان السابق في بريطانيا. شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا من واشنطن بيتر هامفري، دبلوماسي أمريكي سابق وأكاديمي في جامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون. أهلا بك معنا. يعني المتابعة الأمريكية لأفغانستان وما طرحه الجنرال مارك ميلي من عودة التنظيمات الإرهابية وعودة الحرب الأهلية، إلى أي مدى الآن الإدارة الأمريكية محقة في هذه التقديرات؟ هذا صحيح، وربما هناك تقديرات قوية في مجموعات إثنية، الأوزبك وطاكجيك، هناك اختلافات كبيرة الآن. الطالبان الآن لديهم بعض أفضل الأسلحة والعتاد العسكري في العالم. ربما قرروا أن يذبحوا الأوزبك والطاجيك، ولكن عندما نفكر في الطاجيك والأوزبك في بنشير، بغض النظر عن قساوة الضربات، يبدو أنهم يستطيعون البقاء والاستمرار في القتال. الطالبان ينظرون إلى هؤلاء على أنهم كفرة ويستحقون الموت، بغض النظر عن أي اتفاق لديهم. تشكيل حكومة وترحيب بكل المجموعات الإثنية، وكل هؤلاء أحياء، لأن جنود الطالبان
في الميدان لا يتلقون أوامر من أي حكومة موجودة الآن. بالنسبة لهذه النقطة التي تحدثت عنها فيما يخص الأسلحة الأمريكية التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان، هناك البعض يرى بأن هناك الكثير من المبالغة عندما نتحدث بأن ربما طالبان قد تسيطر عليها. هناك من تحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية أتلفت الجزء الأكبر من هذه المعدات والأسلحة التي تركتها، وبأن جزء آخر ربما غير قابل للاستعمال، بمعنى أن موضوع الأسلحة التي تركت فيها نوع من المبالغة. إذا كانت هناك أسلحة فهي أسلحة الكثير منها مصمم كي يستمر سنوات ويمكن استخدامه، ولكنها ستحتاج في النهاية إلى قطع غيار، وندعو الله ألا نجد حكومات شريرة في المنطقة تقوم بتصنيع قطع الغيار لتأكيد وضمان نجاح الطالبان. الكثير من القطع مصنوعة في البرازيل، ونحن قمنا بحث البرازيل على عدم تزويد قطع الغيار لطائرات نفاثة في حوزة الطالبان الآن. الطالبان لن يكونوا أو ليسوا مهندسين، والكثير منهم لن يصبح طياراً للتعامل مع المعدات الحديثة. ربما هناك بعض طياري طائرات الهليكوبتر أو الحوامات، أحدهم كان مسؤولاً عن شنق جندي سابق في هليكوبتر أثناء الطيران، وعلى الأقل هناك عدة طيارين لدى الطالبان يستطيعون قيادة الحوامات. وبالتالي سيد بيتر، حتى اعذرني على المقاطعة هنا، ولكن هل يمكن الآن لإدارة الرئيس جو بايدن أن تتدارك هذا السيناريو الأسوأ الذي تحدث عنه الجنرال مارك ميري اليوم؟ لا، جزئيا، لأن هذا هو أغبى قرار اتخذته الولايات المتحدة على الإطلاق. تصوري هتلر يحرز تقدما في يوم الإنزال ولا يزال يحتل أوروبا، وبعد 20 عاما الرئيس الأمريكي يقول لقد خضنا الحرب ل20 عام وتعبنا وسنتوقف. هذا ما حدث بالضبط، أغبى قرار رأيته في حياتي، ويمكن القول أغبى قرار يعني عموما. سيد بيتر، قد نستطيع أن نقول بأن هناك اتفاق ما بين الجمهوريين والديمقراطيين على فكرة الانسحاب تحديدا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية غير مضطرة لدفع كل هذه التكاليف المادية كما قال الرئيس جو بايدن، 300 مليون دولار في اليوم. ولكن بالمقابل، يعني هل من الممكن الآن أن تتعامل واشنطن مع طالبان من منطلق الورقة المالية أو الضغط المالي، عندما نتحدث عن 9 مليارات دولار جمدت من أموال أفغانستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يمكن أن نعطيهم بعض الأموال، ويمكن أن نعطيهم مساعدات خارجية، ولكن كل ما نفعله هو تعزيز ودعم حركة الطالبان الفاسدة، ولا يوجد ضمان أن المواد الغذائية التي نقدمها ستصل إلى أناس غير الطالبان. هناك شيء مؤكد أن الهزار الشيعة سيتضورون جوعا، الكثير منهم قتلوا على الرغم من أن الطالبان وعدوا بأن يكونوا جيدين ولطفاء مع كل الناس. الشيعة يموتون بأعداد غير مسبوقة، وهذا مثير للاهتمام، لأنه في التسعينيات إيران نظرت إلى نفسها على أنها حامية الهزار الشيعة، وتقريبا خاضت حربا ضد الطالبان. هذا الاحتمال موجود لا يزال، ونحن في أمريكا يجب أن نخلق مجلس تشريعي مكون من كل الناس القلقين من الطالبان للبدء في حركة مقاومة قوية، وربما إذا حدث هذا وبطريقة ما نستطيع أن نعوض قرار بايدن السيء.
أنا بالتأكيد أشكرك جزيل الشكر ضيفي من واشنطن بيتر هينفري الدبلوماسي الأمريكي السابق والأكاديمي في جامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون، شكرا جزيلا لك.